أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أينما كنتم يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية مع هذه الهجن وهذه الشعارات التي تجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك. هذه الهجن شوط رئيسي، أيضا شوط لا يقل وزنا ولا أهمية عن الأشواط اللي انتهت. شوط خصص لفئة الجعدان الأيداع بشعارات أبناء القبائل، فئة المحليات، والمسافة 5 كيلومترات، والميدان ميدان الهباب، أحد أفرع ميادين نادي دبي لسباق الهجن. نرحل أيضا مع الشوط الأول لأبناء القبائل ونتحرك إلى المعزم علي بن عبيد بن حمد الاشتبي، من يقدم لنا معزم بالمركز الأول. المركز الثاني أظني شعار بن هاشم، هذا أظني أن شعار حميد بن هاشم، نعم، بن عبد الله بن خاطر الشامسي مع النشمي، من يقدم لنا النشمي. ثانيا المركز الثالث يأتينا اللي هو شاهين أحمد بن سيف بن سعيد المهيري، والمركز الرابع أقول شاهين أيضا السيف بن مطر بن محمد بالطبيعة. الله، يا الأربعة هذيلا اجتمعوا في موقع واحد في دائرة الصراع على القمة. والمركز الخامس عندنا رماح سعيد بن محمد بن راشد العمري، والمركز السادس هذا شعار بن رشيد مع شمردل مطر بن بخيت بن سالم بن رشيد، والمركز السابع أظن شعار بو عالية على ظهر سالك علي بن محمود بو عالية، من يتقدم بالمركز السابع. ما علينا نحن من هذا الهدوء يا بو عالية، نعرف أن تحت راسه شيء، تحت المدني 1000 جني، يقول لك تحت المدني اللي يدني براسه 1000 جني تحت راسه هذا. بنشوف المهناك بن دريوي أيضا مسعف سعيد بن سهيل بن دريوي، وعندنا أيضا الصياد العلي بن سالم بن سليم، وموجود أيضا هملول عبد الله بن راشد بن معدن، وهني أيضا يتواجد مياس سيف بن سالم بضبيعة. هذه الأسماء اللي ذعناها مشاهدينا الكرام المشاركة، تقريبا ذعنا على مسامعكم 12 رقم، ولكن الرقم الأول صعب، الرقم الأول صعب يا جماعة. وين طلع لنا هذا؟ من وين يانا هذا؟ من وين هذا؟ ما دعنا به أظني، نشوفه اللي في المركز الأول دعنا به هذا شاهين. اي هذا أنا التفت أن شعار بالطبيعة، أن شعار بالطبيعة، ولكن نعم شعار بالطبيعة هو معروف، ولكن يملك هذا الحيد اللي في المقدمة أحمد بن سيف بن سعيد المهيري، هو من يتقدم بالمركز الأول. معزم يأتينا على المركز الثاني علي بن عبيد بن حمد أبو الصوب الاشتبي، والمركز الثالث نشوف هذا بن هاشم، هذا بن هاشم مع المركز الثالث النشمي حميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي، والمركز الرابع رابع المراكز اقول هني يتقدم شاهين سيف بن مطر بن محمد بضبيعه، والمركز الخامس يا حمود 21 اللي هو رماح سعيد بن محمد بن راشد العمري. الله يا العمري، الله يراعي رماح، الله يراعي رماح، كيف يرمح الميدان رماح. شوفوا شوفوا شوفوا، اظني انه هو بياخذ اسم معزم وبياخذ اسم النشمي وبياخذ كل الاسامي على وبيطويهن طي طي، قادم بقوه. المركز الخامس، المركز السادس، السادس هذا بن رشيد، هذا بن رشيد على شمردل مطر بن رشيد، وبن دريوي يقدم لنا ايضا مسعف سعيد بن سهيل بن دريوي، وشاهين سويدان بن مصبح بن سالم المتفيج الاشتبي. وصلنا بالمركز التاسع والمركز العاشر، فهنا ياتينا ابو عاليه حاضر، ابو عاليه حاضر سالك علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا. يلا يا ابو حسن، يلا يا ابو عاليه، هذا سالك لماضي طيب، نحن ذاكرينه وعارفينه من يوم هو فطيم، يتربع ويتدري، ولكن هناك يحر، هناك يحر، هناك عند الكيلو الاخير بتشوفونه بيغير بيغير بيربع بكل مره، حتى بذريه بيربع. طيب مشاهدينا الكرام،
نحن بنتابع بنتابع وبنشوف المقدمه، بنسير عند المهيري، بنسير عند المهيري وبن هاشل وبو الصوب يتنافسون على المركز الاول بينهم حنا ورنا، بينهم حنا ورنا، وبن هاشل مو بهين، بن خاطر مو بهين. الله 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 يا بن خاطر عندك والله النشمي، والله انه نشمي صدق، اللي يسرح في اول الشوط صدق انه نشمي يعني. وهذا في المركز الاول اللي هو شاهين احمد بسيف سعيد المهيري، والمركز الثالث البصوب اقول معزم علي بن عبيد الحمد بصوب الاجتماعي وصها. هذا هو هذا البروبلم، هذا اللي قلت لكم حذرتكم من يوم يوم قلت لكم هذا بياخذ الاسامي كلها وبياخذ الارقام كلها. وصل 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 اللي هو رماح سعيد بن محمد بن راشد العمري، والمركز الرابع هني ياتينا شمرد المطر بن مخيت ابن سالم ابن رشيد. الله يعينك يا العمري، ما يتولونك، حد قدامك وحد وراك وحد يسرع وحد يعني ما عندهم الا الهجوم، ما عندهم الا الهجوم. هني ايضا ياتينا اللي هو شاهين سويدان بن مصبح المتفيج الاجتماعي وابو عالية. وصل يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ترحيب الكبار. وصلوا وصلوا، قلت لكم هذا سالك هذا سالك. وصل يعتزي ابو عالية، يعتزي ويحذر وينذر، ولكن الجماعه بدوا هناك ايضا ياتينا الحذر. حمد بن احمد بن راهد الغيث المري، المري من ويلي انا المري، اول اذاعه للمري، اول اذاعه للمري. وصلنا 1200 غادر راهن يا جماعه، 1200 يا مشاهدين غادر راهن. يلا اللي يبغي الناموس يبغي الناموس ينزل على الوايل، ينزل عند المهري او عند بن رشيد او عند ايضا اللي هو المتفيج، المتفيج والعمري، ولكن المري المري يهاجم. ابو عاليه حرك يا ابو عاليه اذا تبى الناموس، حرك يا ابو عاليه، حرك ابو عاليه مسكين، حرك يحرك، ولكن قدامك بلوه، قدامك يبى الحفيد، قدامك يبى الحفيد. الله يعينك الله يعينك عليهم، والله ان كلهم قو كلهم قو. ويا ابو عاليه هي يسبح يسبح ضد التيار، ويا المري 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 ووصلنا المهري 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 والمري، المهري والمري هاجمون الثاني والثالث ابو عالية، الرابع ولكن المتفيج، المتفيج ابو الرشيد، المتفيج ابو الرشيد. يوها سكت على الابطان والموقف، يبي يشد الحزام. روحوا يلي بتروح، روح يلي بتروح، حرك يلي بتحرك، حرك يا ابو الرشيد، حرك يا ابو الرشيد، لان هناك هناك عندنا اللي هو شاهين، شاهين المتفيج، المتفيج هذا هذا مو متفيج، هذا هذا متفيج لكم اليوم، نعم هذا متفيج لكم اليوم، اللي يتحداكم اللي ينافسكم. ولكن بن رشيد بن رشيد يحرك، بن رشيد يحرك، والمتفيج والمتفيج يا المتفيج. روح 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 روح، انا مروح لا عم نعم. هذا هو هذا العدل، هذا القو، هذا السريع، هذا الخطير، هذا هو شاهين، هذا هو سويدان، هذا هو سويدان، هذا هو سويدان، هذا هو سويدان. يبو سلام سلام يا المدام، سلام سلام يا اهل المدام، سلام. نسلم على سويدان بن مصبح بن سالم المتفيج، الثاني بن رشيد اللي هو شمرده المطر بن مخيت بن رشيد، المركز الثالث 11 المري هذا الحمد بن احمد بن راهد الغيث المري، الرابع ياتينا المهيري، والخامس بن سليم. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، 7 دقائق 52 ثانيه، 7 دقائق و52 ثانيه.